نصر في نعمات كلها بباسين. خد مكالمة من سلمان واسأله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا سلمان. السلام عليكم، كيف حالك؟ عاملين ايه؟ كيفك يا سلمان؟ عامل ايه يا حبيبي؟ سلمان حنجش. ازيك يا اوزو؟ الحمد لله. اوزو كيفك يا سلمان؟ منور الساعه يا استاذ يوسف. بنورك يا حبيبي. ما عندي فكره، ما تتهم سيد رياض وتاخده هديه. لا ان شاء الله يرجع استاذ يونس. لما يرجع يونس؟ لما يرجع اقول ان شاء الله استاذ يونس يرجع بالسلامه. ان شاء الله يرجع بالسلامه. يرجع بالسلامه ان شاء الله. بس هو صدقني هو انا ادهم محمد ناصر. انت ايه؟ انا ادهم محمد ناصر. تتهمني؟ اه. ايه الدليل يا سلمان؟ يا لك كثير انه وزير نفسه تفادى انك اول مره تيجي بدري ولا دائما تيجي متاخر. اول مره طب احنا الاثنين جينا بدري. ايه بس وزير او يقول لك انت اول مره تفادى انك جاي بدري. أول مرة تشوفني أجي بدري؟ برافو عليك. طب أنت عندك دليل تاني أقوى ولا حاجة يا سلمان؟ ومنزل الوقت مستعدي، تبغى تخلص شغلك وتمشي. يمكن تتنزل عشان تقدر تدور التوقيع. تمام، طب يا سلمان أنت خلاص كده مقتنع إن أنا المتهم ها؟ إن شاء الله. طيب يا حبيبي، امضي على أقوالك، قول له امضي على أقوالك. أحييك يا سلمان. امضي على أقوالي سلمان. زنات سلمان الحربي بيقول ايه؟ امضي على اقوالي سلمان بلونه. سلمان الحربي. سلمان الحربي.